quelle heure elle est la tienne? هذا هو ميناء باتا في غينيا الاستوائية. سترسو في الميناء بعد يومين سفينة شحن ليبيرية. هي أول سفينة شحن أجنبية يستقبلها ميناء باتا بعد إنجاز توسيعه مؤخرا. من أجل ضمان سلامة الأعمال يعتزم تشانغ تشيافانغ إجراء آخر التدريبات لجميع الموظفين في الميناء قبل دخول السفينة. يعتبر مشروع توسيع ميناء باتا أول مشروع توسيع نفذته الشركة الصينية لإنشاء الطرق والجسور في غينيا الاستوائية. تتولى الشركة الصينية أيضاً تدريب موظفي هيئة الميناء المحليين، وتشانغ تشيافانغ هو المسؤول عن التدريبات. ويمثل استقبال سفينة الشحن الأولى اختباراً ليس لجودة الإنشاء للشركة الصينية فحسب، بل لقدرة موظفي الميناء على تنظيم عملية دخول السفن أيضاً. بالتزامن مع التدريبات في الغرفة يجرى تدريب فريق الرفع في الخارج. ومن أجل استقبال أول سفينة شحن أجنبية يشارك جميع موظفي الميناء في التدريبات. يعتبر ميناء باتا أكبر ميناء في غينيا الاستوائية، وتم تنفيذ مشروع توسيعه من قبل الشركة الصينية لإنشاء الطرق والجسور في الفترة ما بين يناير عام 2009 ويوليو عام 2016. بعد التوسيع وصل عدد المرافق القادرة على استقبال سفن بحمولة 20,000 طن و50,000 طن إلى 11 مرفأ، مما يسد حاجة الميناء لاستقبال السفن بحمولة كبيرة، كما أن الأتمتة الميكانيكية تساهم في رفع كفاءة الأعمال في الميناء. قام الرئيس الغيني الاستوائي أوبيانغ إنجيما أمباسوغو ب19 زيارة للميناء خلال عملية توسيعه، مشيداً به ووصفه بأنه مشروع التنين. وتعلق غينيا الاستوائية آمالاً كبيرة على ميناء باتا الموسع، ما وضع الكثير من الضغوط على تشانغ تشيافانغ باعتباره المسؤول عن المشروع. بعد انتهاء جميع التدريبات قرر تشانغ إجراء تدريب عملي على سفينة تدخل الميناء. رغم أن نتيجة التدريب العملي غير مثالية، لكن لم يكن هناك متسع من الوقت لإجراء تدريب آخر، لأنها أول سفينة شحن أجنبية تستعد لدخول الميناء. رست أول سفينة شحن في الميناء بسلاسة، وأخيراً يستطيع تشانغ تشيافانغ أن يتنفس الصعداء. بصفته مسؤول الجانب الصيني في مشروع ميناء باتا، صعد تشانغ سوياً مع مسؤول القيادة البحرية الغينية الاستوائي على متن السفينة لاستقبال الضيوف. Thank you.
يمثل دخول أول سفينة شحن إلى ميناء باتا بسلاسة افتتاح أول خط ملاحة دولية للميناء وانضمامه إلى قائمة الموانئ الدولية. جوزيف أحد سكان قرى ميناء جنتل الجابونية، ولأن طريق بورت جنتل أمبوي قيد الإنشاء يمر أمام بيته، وجد في ذلك فرصة للقيام بالأعمال التجارية. يعتزم جوزيف فتح حانة صغيرة لبيع نبيذ النخيل للمرة على الطريق. يعتبر طريق بورت جنتل أمبوي أول طريق من نوعه يربط بين أكبر مدينة ساحلية جابونية بورت جنتل ومدينة أمبوي الداخلية، ويبلغ إجمالي طوله 95 كيلومترا، كما أنه أول طريق على الساحل الغربي للجابون. وبعد تشييد الطريق يمكن نقل البضائع من داخل البلاد إلى ميناء جنتل مباشرة. cette route va faire en sorte que Port Gentil soit une destination privilégiée, n'est-ce pas, du tourisme, va faire de Port Gentil un centre de développement économique. Nous assisterons donc à un bouleversement des activités et tout ceci va donc permettre d'améliorer les conditions de vie des populations gabonaises. رغم أن الشركة الصينية على كامل الاستعداد لبناء الطريق، لكنها تواجه العديد من الصعوبات جراء الظروف الجيولوجية المعقدة هناك. 整个项目沿线路面结构成所需要的红土泥石都是缺乏的。整个沿线全是粉细沙，这就意味着我们必须要从远距离运输，经过我们料厂的调查，最近的石料厂具有我们项目80公里，而且没有陆路交通，我们只能采取水上运输的方式，维持了我们项目就地建造了三四艘700吨的驳船，这在我们的整个建设史上也是没有的。 يجري بناء الطريق حسب الجدول الزمني دون تأخر، وحتى شهر يونيو من العام الجاري تم إنجاز 90% من الطريق. Mais nous au Gabon en général on n'a pas eu l'habitude de réaliser des gros ouvrages comme ceux qui ont été faits sur le projet Port Gentil Amboué, d'apprendre beaucoup de choses qui se faisaient sur des grands ouvrages qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Est un projet dont on attend, dont l'ensemble des populations attendent la fin, parce que c'est une route qui va apporter une nouvelle dynamique en termes de développement. C'est une route qui va apporter évidemment dans le croisement des cultures un grand bien à la population gabonaise. أصبحت الأعمال التجارية في حانة جوزيف مزدهرة يوماً بعد يوم، ما زاد من قدرته الشرائية في المدينة. لقد أحدث هذا الطريق تغيرات هائلة في حياته. Je remercie encore beaucoup beaucoup à l'État gabonais parce que déjà ça c'est un bijou. Hier c'était la souffrance. Aujourd'hui maintenant vraiment c'est que ça nous facilite. أصبحت حانة جوزيف مكاناً لا غنى عنه على طريق بورت جنتل أمبوي. إنها مكان ينعم فيه المرة باستراحة في النهار، ويتجمع فيه سكان القرى في الليل. Parce que là, j'ai une vision. J'ai une vision. Après la réalisation, après la fin de la route, donc ce que j'envisionne faire, c'est de faire encore plus mieux que ça, parce que là, ce n'est qu'un début.
ترتبط الطرق والموانئ بمعيشة الشعب والتنمية الاقتصادية في أفريقيا، حيث تأتي مشروعات البنية التحتية الكبرى بفرص سانحة للسكان المحليين والتنمية المحلية، ولا يمكن فصل ذلك عن التخطيط على أعلى المستويات في البلدان الأفريقية. أجندة عام 2063 خطة طويلة الأجل اعتمدها الاتحاد الأفريقي في عام 2015 بشأن التنمية المستقبلية لأفريقيا، وتهدف إلى تحقيق التكامل الإقليمي وإنجاز بناية أفريقيا المنعمة بالسلام والازدهار في غضون 50 عاما. لكن هناك 3 قضايا رئيسية تعوق التنمية الذاتية المستدامة لأفريقيا، وهي ضعف البنية التحتية ونقص الأموال والمواهب. إن التعاون المالي في إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي قدم أساليب وطرقاً جديدة لحل هذه المشاكل الرئيسية 3. تطبيقاً لمفهوم التوجه نحو الخارج، تتوافد المؤسسات المالية الصينية للعمل في أفريقيا وضرب الجذور في الأرض الأفريقية. Good day, everyone. This is Bank of China Johannesburg branch. Are we all here? We are here. We are. Okay, so let's start now. في أبريل من عام 2017 أصدر فرع بنك الصين بجوهانسبرغ أول سندات بالعملة الصينية الرمنبي في أفريقيا، والتي أطلق عليها سندات قوس قزح، نظراً لأن جنوب أفريقيا أطلق عليها دولة قوس قزح، ما يمثل دخول أعمال سندات الرمنبي في أفريقيا لأول مرة. 这次呢发行呢也得到了国际投资者的广泛认购，包括基金公司、主权机构、商业银行。应该来说，这些投资者的这个构成，非常的优质。 بلغ حجم الطلبات على سندات قوس قزح إلى 6.5 مليار يوان، إذ جذبت السمعة الحسنة للهيئة المالية الصينية والأصول بالعملة الصينية المستثمرين الدوليين لشراء سندات قوس قزح، ويعني إصدار هذه السندات أن أفريقيا تمتلك الآن سبيلاً آخر للحصول على التمويل بالرمنبي، الأمر الذي يعد معلماً مهماً لتدويل اليوان ونتيجة مهمة للتعاون المالي بين الصين وأفريقيا. والأهم من ذلك أن إصدار سندات قوس قزح قدم حلاً فعالاً لمشكلة نقص الأموال. La banque est un vecteur important de développement et nous ne décidions pas la création de cette banque seulement pour le Congo, mais elle a une vocation africaine. Et c'est dans l'esprit de la volonté du président Xi Jinping et des dirigeants africains de renforcer la coopération entre nos pays dans tous les domaines et la banque est l'un de ces domaines par excellence. في عام 2006 طرحت الحكومة الصينية خلال قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي تأسيس صندوق التنمية الصيني الأفريقي، وفي ديسمبر من عام 2015 أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة جوهانسبرغ عن تأسيس صندوق التعاون الصيني الأفريقي في الطاقة الإنتاجية. وأسهم هذان الصندوقان في دفع التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة الشعوب الأفريقية عن طريق الاستثمار والخدمات الاستشارية. منطقة كساكساي في محافظة جازا بموزمبيق، جاءت سارية البالغة من العمر 56 عاماً إلى حقل أسرتها. اليوم هو يوم حصادها للأرز، وستجري شركة وامباو الصينية آخر التدريبات لها وللمزارعين الآخرين في قريتها.
خلال السنوات الأربع الماضية ومن موسم البذر في شهر نوفمبر حتى موسم الحصاد في شهر مايو، تلقت سارية تدريبات عدة حول زراعة الأرز، مما ساعد على رفع الإنتاج من نحو 50 كيلوغرام إلى 400 كيلوغرام لكل 666 متراً مربعة. تعيش سارية في كساي كساي في محافظة جازا بموزمبيق منذ 30 عاماً، وخلال هذه المدة عالت أسرتها بالاعتماد على المهارات الطبية المتوارثة من الأجداد، وهو أيضاً مصدر دخلها الوحيد. تقع موزمبيق في جنوب أفريقيا ويمر بها مدار الجدي. في شهر ديسمبر من كل عام تستقبل موزمبيق أشعة الشمس الوفيرة والأمطار الغزيرة، فيجعل الطقس المناسب والتربة الخصبة البلاد مناسبة جداً لتطوير قطاع الزراعة. لكن بسبب ضعف التقنيات الزراعية تنقص موزمبيق حبوب غذائية تقدر بنحو 300,000 طن كل عام، ولا يزال نصف سكانها البالغ تعدادهم أكثر من 24 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر إلى الآن. في أواخر عام 2011 أسس صندوق التنمية الصيني الأفريقي بالتعاون مع الشركات الصينية شركة وان باو للتنمية الأفريقية المحدودة في موزمبيق، والتي تتعاون بدورها مع محافظة جازا لزراعة الأرز بتقنيات حديثة على أرض تبلغ مساحتها 20,000 هكتار. وفي السنوات الأخيرة شهدت محافظة جازا ازدياداً كبيراً في إنتاج الحبوب، مما يحسن معيشة المزارعين بصورة ملحوظة. أنت انترينا ترانسفيرنس تكنولوجيا شينيسا في جاروشي كونسيغي جا اومنتاري برا كونسيغيري جا اورينتاري ا فاميليا اوس موش فيلوس نيتوس. بدأ الاحتفال السنوي بحصاد الأرز، حيث يحتفل الموزمبيقيون بالحصاد الوفير عبر الرقص بحرارة، معبرين عن شكرهم للطبيعة والأرض. وبالتزامن مع أصوات الطبل الاحتفالية بدأت عملية حصاد الأرز في حقل أسرة سارية. De maneira como estou a ver, com o programa do Wambao, que a China pode levantar, acabarmos com a pobreza e continuarmos com o nosso trabalho, as nossas coisas, a nossa vida mudar. Existem pessoas que ajudam a pessoa. Moçambique levantar para cima. انتهت التدريبات السنوية لسارية بعد الحصاد، لكن بالنسبة إلى أولوف الذي يعيش في العاصمة النيجيرية أبوجا، ما زالت أعمال الاستعداد تجرى بوتيرة عالية لدورة تدريبية. ها هي دورة جديدة من التدريبات على التقنيات الزراعية التي تنظمها مجموعة الصين الزراعية لما وراء البحار في حديقتها الزراعية في أبوجا بنيجيريا. أولوف هو منظم التدريبات، وكان أيضاً أحد المتعلمين في الدورات التدريبية السابقة. تخرج من الجامعة في عام 2014 وانضم إلى الحديقة الزراعية
بعد 4 سنوات وحصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال، كما أصبح خبيراً زراعياً. Since I joined the Green Agro West Africa Limited, I've learned so many things from the company. In terms of agriculture, in terms of aspects of areas of seed processing, I've learned so many things on how to process the hybrid seed, how to train the ag growers, giving the, producing the foundation seed, and giving to the ag grower how to monitor their farm to give us the good results so that we can use for our own hybrid seed. أسست مجموعة الصين الزراعية لموراء البحار عام 2012 بالتعاون مع مؤسسات البحوث الزراعية الصينية الحديقة الزراعية للتكنولوجيا العالية في أبوجا، وهي مجمع تطوير شامل للتكنولوجيا الزراعية والتدريب والتصنيع. وخلال السنوات الخمس الماضية زودت الحديقة نيجيريا بحوالي 20,000 طن من البذور عالية التكنولوجيا، والآن باتت الحديقة الزراعية أكبر منتج للبذور في نيجيريا. الآن يمكن زراعة البذور المنتجة في الحديقة الزراعية في 100,000 هكتار من الحقول النيجيرية، مع إنتاج الحبوب يصل إلى نحو 400,000 طن. And most farmers are not exposed to hybrid seeds, but with the help of the training, most of them will be able to know and get the seeds produced by our company. I can say that the training as a whole has helped Nigeria government in several ways. As a nation, it contributes to the agricultural development of the country. مواهب بكفاءة عالية تعني عوائد عالية من الأرض. هذه الجملة غالباً ما يرددها أولوف. والآن حدد أهداف حياته الخاصة نحو البحوث الزراعية. My target in life is to have my PhD at the age of 40. And after my PhD, I'm looking forward to become to go further in education. Why I choose the management because it's something it contributes to the agricultural development of the country. That is why I choose the areas of management in my career. تتميز أفريقيا بأن مجتمعها هو الأكثر شباباً في العالم، ولا يتعلق التعليم بالتنمية الأفريقية الحالية فقط، بل يؤدي دوراً مهماً في النهضة المستقبلية للقارة. في إحدى قرى منطقة ديتزا الملاوية يزور جميع القرويين راندي في بيته للاحتفال بمشاركته المرتقبة في مسابقة اللغة الصينية العالمية في الصين، ويعد الأمر أكبر حدث في القرية الصغيرة منذ مطلع العام الجاري. يعيش راندي مع والدته التي تدير متجرها الصغير لتربيته ومساعدته على الالتحاق بجامعة ملاوي للتكنولوجيا، وتأمل والدة راندي في إيجاد ولدها عملاً مثالياً في المستقبل. أسهمت الدراسة في الجامعة المليئة بالتنوع في توسيع آفاق راندي ليكتشف العالم الخارجي.
在桂树中游，满满的盘在沙子上，数着浪花一朵朵。تعد جامعة ملاوي للتكنولوجيا التي تم بناؤها بقرض من البنك الصيني للاستيراد والتصدير مبنى نموذجيا في ملاوي، وقد طبعت صورة الجامعة على أكبر ورقة نقدية في البلاد من فئة 2000 كواتشا ملاوي. وفي السنوات الثلاث الماضية بعد تشغيل الجامعة ازداد عدد المعلمين والطلاب بها من 400 شخص إلى 1800 شخص. يدرس راندي الآن في السنة الثانية في تخصص جيوفيزياء والإرصاد الجوية في جامعة ملاوي للتكنولوجيا، وفي الوقت الذي يتعلم فيه المعارف التخصصية وجد راندي هواية، حيث وقع في حب اللغة الصينية. برزت موهبة راندي في تعلم اللغة بين زملائه، مع أنه درس اللغة الصينية لسنة واحدة فقط. تم اختيار راندي كممثل عن الجامعة للمشاركة في مسابقة جسر اللغة الصينية المقامة في الصين. So what you need to do is make sure you're focused. Make sure you learn as much about China and Chinese people, their programs, because you never know in future. Come back here, then you can share with your friends. لقد تغيرت حياة راندي بفضل هذه الجامعة، ويحدث مثل هذه التغيرات في أفريقيا كل يوم. In my life, I want some new things I'm learning. The model of China is all about unity. It's all about respecting leaders. It's all about development. I think this is very important for every country. And if you look at the pledge of 60 billion for Africa, that is huge. And it will benefit the whole African continent. Chinese assistance or cooperation is the infrastructure development. And I've traveled all over Africa. You will see the signs of infrastructure, be it airports, international airports, highways are being built. So that's why I just mentioned a focus in Johannesburg. Par le chemin de fer, par les autoroutes, en leur donnant de l'électricité, et la route, la ceinture et la route du président Xi Jinping nous permettra de relier, vous voyez, ces différents pays. 当前中非关系正处在历史上最好时期，我们应该登高望远，阔步前行。让我们携手努力，共同开启中非合作共赢、共同发展的新时代。 تقع على عاتق الصين وأفريقيا مهمة مشتركة تتمثل في تنمية الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب والتخلص من الفقر. لدى أفريقيا موارد طبيعية وعائدات ديمغرافية وإمكانيات الأسواق وغيرها من المزايا، ولدى الصين رأس المال والتكنولوجيا والسوق والمؤسسات والمواهب وخبرة التنمية الناجحة. إن التعاون بين الصين وأفريقيا يخلق طريقاً مستقلاً لمستقبل انتعاش أفريقيا.